أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص لبس الإحرام في مدينة الرياض ودخل في النسك، ولما تجاوز الميقات كان نائما، فهل يلزمه شيء؟ إذا كان في لبس الإحرام قبل الميقات ناويا للدخول في النسك فيكون محرم، أحرم قبل الميقات لا بأس، يجوز الإحرام قبل الميقات، وإن كان الإحرام من الميقات أفضل، لكن يجوز عقده قبل أن يصل إلى الميقات. أما إذا كان لبس الإحرام ولم ينوي، تهيئ للإحرام، إذا وصل الميقات يبي يلبي وينوي لكنه نام، فهذا تجاوز الميقات، تجاوز الميقات، فعليه إذا نزل من الطائرة أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو تذكر في أثناء طريقه على السيارة أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وليس عليه شيء. أما لو أحرم بعد ما تعدى الميقات يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم.